أن نتابع هذه الصور لكمين لكتائب القسام. استهدف قوات الاحتلال المتحصنة بأحد المنازل في منطقة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس. دخل على هذا المبنى 23 جندي، بالإضافة إنه كان بالأساس فيها نبوات خاصة في هذه الغرفة بالذات. حتنضرب هنا قذيفة تبجي، القذيفة الثانية حتيجي في الدار في هذه المنطقة، لازم تضرب تمام بحيث إنه تتميم على هذا الطابق. متوقع بعد هيك إنه العدو يدخل على هذه المنطقة. إحنا هنكون مجهزين حالنا يا كرام لأنه نزرع عبوة مباشرة. ما ظهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا، اسألوا التاريخ عنا. الله أكبر، الله أكبر، اضربوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.